عشان ده فيديوهات الحجر، واحنا محشورين كده هننتهز الفرصة دي ان احنا نتكلم على افضل 10 اكلات جربتها بالنسبة لي حوالين العالم كله. فاللي احنا هنعمله احنا هنسافر مع بعض دلوقتي 10 بلاد مختلفة: المانيا، سويسرا، ايطاليا، لبنان، تونس، اندونيسيا، بلجيكا، بلاد كثيرة جدا. هنغطيها 10 بلاد هنروحها وهننهيها باكلة افضل اكلة بالنسبة لي جربتها في مصر. فتستنوا لحد اخر الفيديو عشان تتفرجوا على احسن اكلة جربتها في مصر. قبل ما نبدأ ارزع اللايك تحت، وقف دوس لايك عشان يوتيوب. بما ان الفيديو ده هيتكون من معلومات اكتسبتها حوالين السفر، فكان لازم نلبس قميص السفر الحته الساحليه بتاعتنا، جبته من بالي اندونيسيا. طبعا الاكلات دي كلها مش بالترتيب الاحلى للاوحش، يعني الحاجات اللي انا مجمعها ورا بعض. نبدا باول بلد، برلين في المانيا. المانيا انا اكلت فيها احسن كشري جربته في حياتي، احسن من الكشري اللي بدوقه في مصر بره البيت. كل ما اروح لحد في اوروبا انا لازم يشوفني يتوحم على الكشري، فجينا الكشري لوكس اكل كشري. كشري بالفستق، عمرك شفت الكشري بالفستق؟ الفكره بقى ان صاحب المطعم ده كان عايش في مصر، وبعد كده بعد ما رجع المانيا تاني بدا المحل ده واسمه كشري لوكس. عملت فيديو عنه، ده احسن كشري جربته في حياتي. هي نفس المكونات وكل حاجه، بس طعم البصل مسكر وعليه فستق، عليه مكسرات. عمري في حياتي ما دقت كشري بالمكسرات، فده يعتبر احسن كشري اكلته في حياتي واحسن حاجه جربتها في المانيا. دلوقتي هنسافر مع بعض على اندونيسيا، اكتر بلد مفضله بالنسبه لي في العالم. احلى حاجه اكلتها في اندونيسيا كانت حاجه اسمها سموذي بول، طبق مليان فاكهه معمول بطريقه، شكل الطبق اصلا انت مش محتاج تاكله، انت ممكن تاخده تعلقه في البيت من حلاوه شكله. كله الوان، انت بقى بتختار بقى اللي انت عايزه، يبقى ايس كريم كده ومعاه فاكهه بقى مختلفه، وبتخلي الطعم خطير مع الالوان. في انواع كثيره جدا من السموذي بولز اللي موجوده في بالي، بيركزوا على الالوان جدا وتقديم الطبق وشكل الطبق بيبقى عامل ازاي. بالي وحشتني، وحشتني قوي. مع بعض بقى نطلع نسافر على سويسرا. سويسرا اكتر اكله حبيتها هناك كان اسمها، انا ما بعرفش انطقه الصراحه، فوندو تقريبا، جبنه. هو في فوندو، في فوندو، اسمها ايه؟ فوندو، 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 جبنه فوندو. المهم دي جبنه سايحه، وجربناها من مدينه في سويسرا هي اساس عمل نوع الجبنه ده. ياخدوه ويسيحوه، بيجيبوا حله كده مليانه جبنه سايحه، تحتها في زي ولعت نار كده، زي بوتاجاز صغير كده شغال على طول عشان الجبنه ما تتشفش سايحه. يجيب لك معاها طبق بطاطس بيبي بوتيتوس كده غلبانين صغيرين وعيش، تاخد بطاطسايه تخمسها في الجبنه وتاكل. تظبطها كده؟ ايوه. هوبا، اخر حلاوه، اخر حلاوه فعلا، جبنه سايحه وسخنه. حلوه قوي كده، مية مية. انا اصلا وانا بتكلم دلوقتي هموت واكل الجبنه دي، خطيره. ما اعرفش لو في منها في مصر ولا لا، بس دي من احلى الحاجات اللي اكلتها في سويسرا، وممكن تكون من احلى الحاجات اللي اكلتها في حياتي. نطلع من سويسرا ونخش على فيتنام، بلد اسيويه الثانيه. فيتنام هناك جربت حاجه اسمها هوت بوت، كان في مكان مدينه اسمها كاتبا، كنت رحت فيها. تروح مطعم كده في ستريت فود كده في الشارع كده ظريف، كله بيبقى اجانب لان المطعم ده كان معروف قوي. جيب لك برضو بوتاجاز صغير، حله جواها بقى ايه، شوربه خضار، شوربه كده وفيها خضار متقطع، جنبه بقى اللي هو الاساس طبق من السي فود مختلفه. عندك سمك، عندك جمبري، عندك جندوفلي، كل الحاجات اللي ممكن تحبها موجودة في الطبق ده. كل الجمبري ده وكل السمك ده ب 200 جنيه، وبتيجي نية
طبعا انت بتاكلهاش نيه، انت بتاخد الحاجه ثم رميها في الحله اللي هي على البوتاجاز. الله، طبوت وجمبري والسمك وصبيت ولسه في نيه قد كده. والكونسبت ايه؟ فكرته ظريفه جدا، اللي يطوف كله. اي حاجه تستوت بتطوف، اي حاجه تطوف حطها في طبق وكلها. حاجه كده عمر في حياتي ما جربتها، اختراع. مش بتاكل بقى حاجه فريش، يعني مفيش حاجه فريش اكتر من كده. يعني هو بقى مش عاملها وتاخر عليها وبردت وجات لك، لا ده انت الحله قدامك، تاخد الاكل تغطسه اللي يطوف كل كده. بقى الاكل استوى، يبدا يجري من باريس، اصلا شويه خضار، سمك. سمك مهم. جالي تخمه لان الطبق الحله دي تاكل اربعه. هلا وشوف، شوفكم بعد الاكل. بعد بقى ما كنا في فيتنام، نروح مع بعض على ايطاليا، بلد البيتزا. Non potrai far felonia amoroso notte giorno di torno girando. رحت مدينه اسمها تورينو او تورين في ايطاليا. في مطعم هناك انا مش فاكر اسمه لحد دلوقتي الصراحه، بس في واحده صديقتنا اسمها لويزا هي اللي ودتنا على المطعم ده. ده احلى بيتزا كلتها في حياتي، احلى بيتزا كلتها في حياتي بدون مبالغه. quel cappello leggero galante quella chioma quell'aria brillante quel vermiglio donesco color quel vermiglio donesco color non più vrai quei penachini quel cappello quella chioma quell'aria brillante non chiudrai farfalloni amoroso notte giorno di torno girando. لان بيتزا رفيعة، الصوص فيها كتير وطعمه خطير. عشان تقول بيتزا وتعرف ان هي طعمها حلوة يا لا، محتاج تجيب المارجريتا. اي بقى حاجات تانية بالخضار بقى باللحمة بتاع حلوة مقول مش وحش، بس بتضيع طعم اساس بتاع البيتزا. بتبقى عايز تعرف طعمها عامل ازاي، محتاج تجيب مارجريتا. المهم ده جبنة يعني بتمط بتطلع معاك، بتنقط بقى من الصلصة اللي فيها كتر ما هي مسلسلة. كله ده ايه؟ المفاجاه بقى في المطعم ده ان انا ما قلت للست اللي هي بتجيب الاكل، قلت لها على فكره انت البيتزا بتاعتكم دي اعلى بيتزا في العالم. قالت لي انت عارف اللي عامل البيتزا ده منين؟ قلت لها منين؟ قالت لي من مصر. قلت لها العب. يعني انا ما اعرفش ازاي يوميها ما رحتش سلمت عليه وصورت معاه وصورته شخصيا وهو بيتكلم، مش عارف ازاي، بس من كتر ما انا منبهر. نطلع بقى من اوروبا، نرجع بقى على بلاد عربية ونبدأ بدبي. وفي دبي اكلت فيها احلى برجر. طبعا انتوا عارفين فين، عشان اللي متابع فيديوهات بتاع الاكل عارف فين. ده كان احلى برجر كلته في حياتي. برضو في مكان فاست فود، مكان في الشارع زي ماكدونالدز وكده، اسمه فايف جايز. مرحبا بكم في مدينة دبي، نرجو من الراكب أحمد محسن سرعة التوجه إلى فايف جايز. شكرا. أبو حسين هاجي. أبو حسين أخيرا محسن جه مخصوص من مصر علشان يجرب فايف جايز. يلا بينا. This guy first time to try five guys came a long way from Egypt to try it. احلى قطمه برجر هتاكلها في حياتك. بسم الله. والله ما ببالغ، بس دي احلى قطمه برجر قلتها في حياتي. احلى احساس في القطمه، العيش بيتقطع مع الخس والسلطه اللي فوق مع اللحمه، ومن فوق وتحت العيش مش ناشف. تصدق بقى ماي ماي كده ان هي بتدوب. احساس القطمه نفسه والاكسبيرينس بتاعه العضه، عضه الساندوتش نفسه حكايه لوحدها. الطعم موضوع تاني خالص. البطاطس كترها وطعمها، بص هو بطاطس يعني هي مش هتطلع غير وهو بيوقع، لان هم مليانها. ما تقعش يا هادي يا هادي. ايه هحاول اقع جوه الكيس يا ابني اهو، حرام الحاجات دي هي هاكلها. امسك انت، هتوقع نص بطاطس وتقول لي دي بطاطسك؟ خد انت دي بطاطسك، انا هاخد الباقي. يا ابني هو الكيس مليان اصلا، هو هم بعد ما بيملوا الكاب ده بيروحوا حاطين فوق كده. يبقى دي بطاطس على كده. كل ما تخش جوه الكوبايه كل ما تلاقي البطاطس اسخن. خش كده جوه، خش والله بجد دخل اهو. يعني بص ده احلى برجر كلته في حياتي الصراحه.
انا عمال برايل بقى من جوه، انا قاعد برايل ومتخيل لو اي حد بيرايل لسه حد دلوقتي يدوس يضرب لايك، لسه بترايل اضرب لايك. وبما اننا احنا موجودين في البلاد العربيه فنطير كده وفنطلع على تونس. ما ينفعش نيجي بلاد عربيه وما نتكلمش على تونس وما نتكلمش على اكتر حاجه بحبها في تونس، وهو او هي البامبلوني. والناس بتيجي سيدي بوسعيد تتفسح بس بياكلوا ايه؟ بلبلوني. مش عارف بامبلوني ولا بلبلوني، ده البلبلوني اللي ما بتروح منطقه اسمها سيدي بوسعيد في مدينه تونس، تطلع كده وتقف الطابور تجيب لك البامبلوني. هو عباره عن ميكس بين لقمه القاضي والدونتس بس على طري وخفيف ورفيع، تحط في السكر او تحط في الشوكولاته، ودوق ودعي لي. البامبلوني يعني خفيف، القطمه بتاعته مش بتقطم حاجه، انت بيدوب كده في البق على طول، بس جميل، عامل زي لقمه قاضي كبيره قوي. تجيب لك منها يعني 2 3، وطبعا هي بعد اول واحده مش هتبقى قادر، ان هي بعد واحده ونص كده تبقى تقيله، بس انا باكل خش على 2 على طول. اتنين. ايه ده في عندنا كمان بلد عربيه، وبما اننا احنا برضو في البلاد العربيه فنطلع بقى نطه كده تاني وننزل على لبنان. رحت لبنان من سنه تقريبا، صورت فيها هناك بس ما نزلتش ولا فيديو من الفيديوهات في لبنان. يعني لبنان معروفه بالاكل، اللي هيروح لبنان لازم يروح ياكل، يجرب بقى كل الاكلات اللي موجوده. جربت حاجات كتيره جدا بس الهايلايت كان في 3 حاجات. الفتوش مش طبيعي. ايه وريني بقى كده الفتوش. ده ممكن يكون احلى فتوش حتى في حياتي. فتة حمص دي هندوقها دلوقتي ونقول طعمها ايه. دي فتة حمص والله. ورق عنب. ورق عنب اللبناني. نعمل كده؟ انا تشيز كيك. خش جوه ونشوف. عم يا جمل. ده مطعم مشهور هناك في شارع اسمه ايه ميخائيل ده. هناك الفتوش مختلف. غير. الورق عنب غير. فتة الحمص غير. تقعد تاكل بس انا مش هينفع والله، ما هينفع والله، مش بافور. انا جعت. انت بنعمل ايه؟ مع السلامه حبيبي. ويلكم تو ليبانون. ويلكم. نطلع من بلاد العربيه ونرجع لبلاد الاوروبيه تاني عشان ننزل على بلجيكا. على بلجيكا، على بروكسلز، على بروكسل، تسميها زي ما تسميها، بس اللي يروح بلجيكا ما ينفعش يطلع منها غير ما يجرب الوافلز. الوافلز البلجيكيه، وافلز بلجيكيه بالشوكولاته البلجيكيه بالموز. انا حطيت موز، كنت عايز فراوله الصراحه بس ما كانش فيه فراوله تقريبا، مش فاكر. حاجه بقى من اهم الحاجات النادر الموجوده عندك في بلجيكا، صح؟ اهم حاجه في بلجيكا، طالما جيت بلجيكا يبقى لازم تجرب الوافلز. تن 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 تن. ريحه مش طبيعيه والله، ما مش طبيعيه، جامده جدا. هو مش بس في الحاجات اللي محطوط عليه ده، هو كل نوع مش عارف بتعليهاش ده مثلا بيبقى طري. يعني معروفه، يعني هي بلجيكا معروفه احلى وافلز في العالم في بلجيكا. روح بلجيكا، انا رحت قعدت في بلجيكا 6 ساعات، قابلت نادر فلوجز، رحنا اكلنا وافلز. دي وافل بالموز والشوكولاته البلجيكيه السايحه السخنه اللي فاهم بيقلبها قبل ما خش عليا كده، قرب عليا. الله الله على الحواسه والله خطيره.
ما كناش قبل كده وافلز في حياتنا يعني. شفنا الوافلز عندهم ناشفة شوية كده، تحس بتاخد قطنب، تحس بالقطنة كلها مش ده عشان الوافل بروسلز. اه الوافلز بتاع مثلا لياش ده طري، عندهم نوعين من الوافلز، وافل ناشف وافل طري. احنا طبعا بناكل الوافل الناشف عشان احنا عيال ناشفة قوي جدا. قطنة بتسيح بتدوب. يميني رجعني تاني، يميني رجعني تاني للسفر، وحشت السفر والله. نوصل لآخر نقطة وآخر بلد، مصر. احنا كده وصلنا خلاص. أكلة مفضلة في مصر وهي حد فاكر سفرية أسوان؟ كانت زمان دي. حد فاكر البيت اللي أنا كنت قاعد فيه، العيلة اللي أنا كنت قاعد معاها، لما عملونا الأكل أول ما وصلنا، لما كنا جعلين عملونا أكل، عملونا وليمة. الأكل وصل. ده كلام كبير قوي قوي. انا هبتدي بيه ده. انهار ابيض، ايه كل الاكل ده؟ باميه وسقعه شكلها. انا مش عارف ابتدي بيه. انا ما تخيلتش الموضوع كده خالص. احنا كنا عايزين ناكل حاجه خفيفه. فراخ ما بتعرفش عشان حلوه جدا. تعبينكم معانا خالص. ده تاكيد هتاكلوا معانا، مش دارينا احنا بس يعني. عملوا لنا اكل مصري، طاجن بسله، طاجن باميه، طاجن كوسه، طاجن خضار، فراخ محمر. انا اكلت احلى اكل بيتي في حياتي. انا بحب الحاجات المسكره. طاجن بسله ده كان مسكر، بسله مسكره، بسله اسوانيه كده ما تفهمش. تاكلها مع رز بالشعريه، تحط عليه البسله، تاخد قطمه من الفرخه. تخيل، وهم فيلم هندي مع الفيو طبعا اللي موجود على نهر النيل من البيت اللي فوق. لا صراحة كانت اكسبيرينس كاملة متكاملة خطيرة. وكده يبقى احنا يعني خدتكم في رحلة في 10 بلاد فيديو، وجربنا اكلات كتيرة مع بعض من واحنا قاعدين في الحجر، وما دوقناش حاجة لسه لحد دلوقتي. اتمنى بقى الحجر يخلص عشان نعرف نسافر ونصور بقية الاكلات بقى، عشان انا وحشنا السفر جدا. بس تهزنا فرصة الحجر وتحدي الحجر، ونقعد نصور فيديوهات واحنا في البيت، ونتكلم بقى على الحاجات اللي احنا عملناها عشان ننبسط بيها كلنا. فلو لسه اتفرج لحد دلوقتي، قول لي في الكومنتس اكتر اكله عجبتك من ال10 حاجات دول، اكتر اكله عجبتك، واكتر اكله فتحت نفسك، واكتر اكله خلتك تجوع وتريل لمؤاخذه سوري. ما تنساش برضه تشوف الحلقه اللي قبلها بتاعت 10 حاجات اي مصور محتاج ان هو يعرفها عشان يطلع افلام سينماتيك بقى، وافلام بقى وثائقيه، وافلام كده ايه تجذب المتفرج. اتفرجوا لحد دلوقتي، بحبكم والله، ونشوفكم بقى في فيديو جاي واكتشافها مع مؤاخذه. بوك والله.